بسم الله الرحمن الرحيم. سنتطرق أعزائي المتعلمين في المجال الأول ألا وهو التخصص الوظيفي للبروتينات إلى تركيب البروتين من الوحدة الأولى. تقوم العنكبوت بإنتاج كميات معتبرة من الخيوط لبناء بيتها الذي يقوم في آن واحد بدور المصيدة لاصطياد فريستها. تتكون خيوط العنكبوت أساساً من بروتين يدعى الفابروين. لا تقتصر العنكبوت على إنتاج البروتين فحسب، وإنما تقوم بتصنيع عدد كبير من البروتينات داخل خلاياها مثلها، في ذلك مثل باقي الكائنات الحية سواء كانت حيوانية أو نباتية أو دقيقة. إذن كيف تتمكن الكائنات الحية من تركيب البروتين، وما هي الأدوار التي تقوم بها البروتينات في الكائنات الحية؟ للإجابة على هذه الأسئلة يجب أولا معرفة العناصر الأساسية الداخلة في عملية تركيب البروتين. أولا نبدأ بجزيئة الأدين التي تتواجد في النواة عند حقيقيات النواة، وهي التي تحمل المعلومات الوراثية. فما هي البنية الجزيئية للحمض الريبي النووي منقوص الأكسجين أو الأدين؟ نجيب عن ذلك ونقول أن الأدين هو عبارة عن سلسلة حلزونية مضاعفة متكونة من مجموعة من النيكلوتيدات التي بدورها تتكون من حمض الفوسفوريك وسكر الريبوز وقاعدة أزوتية. الصيغة الكيميائية للقواعد الأزوتية التي تدخل في تركيب الأدين. هذه الوثيقة تبين لنا الصيغة الكيميائية للقواعد الأزوتية التالية: أدينين والتيمين والجوانين والسيتوزين. كذلك تبين الصيغة الكيميائية للسكر والصيغة الكيميائية لحمض الفوسفوريك. بعدما تعرفنا على بنية الأدين ننتقل إلى البنية الجزيئية للحمض الريبي النووي الرسول أو أرانا ميساج، وهو العنصر الآخر الداخل في عملية تركيب البروتين. الأرانا ميساج أو أرانا رسول هو عبارة عن سلسلة واحدة تتكون من مجموعة من النيكلوتيدات. هذه نيكلوتيدات. النيكلوتيدات تتكون من مجموعة من الجزيئات، وهي سكر خماسي نرمز له ب R وهو الريبوز، وحمض متمثل في حمض الفوسفوريك ونرمز له ب P، وقاعدة أزوتية من القواعد الأزوتية الأربعة والمتمثلة في الجوانين أو سيتوزين أو الأدينين أو اليوراسيل. ننتقل إلى الصيغة الكيميائية للقواعد الأزوتية التي تدخل في تركيب الأرانا ميساج، هي مبينة في الوثيقة كالتالي. لاحظوا الصيغة الكيميائية للأدينين والصيغة الكيميائية للجوانين، واللذان يعتبران قواعد أزوتية بيورينية. كذلك الصيغة الكيميائية للسيتوزين والصيغة الكيميائية لليوراسيل، واللذان يعتبران قواعد أزوتية بيريميدية. هناك كذلك الصيغة الكيميائية لحمض الفوسفور وكذلك لسكر الريبوز. تبين هذه الوثيقة أهم الفروق بين جزيئة الأدين وجزيئة الأرآن. لاحظوا
الـ ADN هو سلسلة حلزونية مضاعفة مرتبطة فيما بينها بروابط هيدروجينية بين القواعد الأزوتية، بينما الـ RNA هو سلسلة واحدة أحيانا تلتف حول نفسها وتشكل حلزونا كاذبا. الـ ADN له سكر ريبوز منقوص الأكسجين، بينما الـ RNA له سكر ريبوز عادي. في الـ ADN توجد القاعدة الأزوتية التيمين إضافة إلى الأدينين والجوانين والسيتوزين، أما بالنسبة للـ RNA توجد اليوراسيل إضافة إلى الأدينين والجوانين والسيتوزين. بما أن الـ ADN يتواجد في النواة عند حقيقيات النواة، فما هي الكائنات حقيقيات النواة؟ هذا عبارة عن أرنب يحتوي على خلية حيوانية، هذه بدورها تحتوي على نواة حقيقية. كذلك التبغ هو عبارة عن خلية نباتية تحتوي على نواة حقيقية. أيضا الطحلب هو عبارة عن خلية طحلبية تحتوي كذلك على نواة حقيقية. إذن أين تتواجد هذه النواة؟ لمعرفة ذلك نلاحظ الصورة المجهرية لخلية حقيقية النواة تظهر مكونات النواة كما هي مبينة كالتالي. تحتوي النواة على ثقوب نووية ونووية وغشاء نووي، بالإضافة إلى أنها تحتوي على مكونات أخرى مثل أجسام كولجي، جسم مركزي، ليزوزوم، كذلك سيتوبلازم وغشاء خلوي، ميتوكوندريا وشبكة أندوبلازمية ناعمة. تظهر هذه الصورة مكونات النواة والتي تتكون من ثقب نووي ونووية وكذلك صبغين. لا تقتصر الخلايا على حقيقيات النواة فقط، بل هناك أيضا كاذبات النواة. فما هي الكائنات كاذبات النواة؟ لاحظوا هذه عينات بكتيريا عبارة عن كاذبات نواة مثل بكتيريا الإشيريشيا كولي وهي بكتيريا نافعة. أيضا هذه بكتيريا ستريبتوكوك تسبب أمراض الأذن، هي عبارة عن عينات بكتيرية وهي كذلك عبارة عن كاذبة النواة. أيضا بكتيريا السلمونيلا تسبب تسمم غذائي، هي أيضا عينة بكتيرية وكذلك كاذبة النواة، بالإضافة إلى بكتيريا عصية كوخ تسبب مرض السل. تصنف البكتيريا ضمن كاذبة النواة لأن مادتها الوراثية غير محاطة بغلاف نووي. بعدما تعرفنا على كاذبات النواة ننتقل إلى مكونات الخلية البكتيرية. هذه عبارة عن خلية بكتيرية لها فراغ محيط بالخلية، غشاء خلوي، جذع خلوي، بروتينات سطحية، صوت، ميزوزوم، جسم نووي، ريبوزوم، أجسام للتخزين ومحفظة. بعدما تعرفنا على العناصر الداخلة في تركيب البروتين نتعرف على أول مرحلة من مراحل عملية تركيب البروتين، ألا وهي مرحلة الاستنساخ. توصلت الدراسات العديدة والأبحاث العلمية إلى اكتشاف العديد من التفاصيل حول كيفية حدوث عملية الاستنساخ. هذه الوثيقة توضح بعض هذه التفاصيل. إذا طرحنا سؤال عن ما هي العناصر الضرورية لحدوث عملية الاستنساخ،
نجيب ونقول أن العناصر الضرورية لحدوث هذه العملية هي وجود الأرانا بوليميراز، وجود الأديان، ووجود الأران. لمعرفة آلية النسخ يجب معرفة مراحلها. نبدأ بالمرحلة الأولى ألا وهي مرحلة الانطلاق، وفيها يتثبت إنزيم أرانا بوليميراز في موضع بداية النسخ، وتنكسر الروابط الهيدروجينية التي تربط بين القواعد الأزوتية لسلسلتي الأديان، فتنفتح السلسلتان وتتوضع النيكلوتيدات الريبية أمام النيكلوتيدات الريبية من قصد أكسجين للأديان حسب تكامل القواعد الأزوتية، حيث الأدينين يقابله التيمين، واليوراسيل يقابله الأدينين، والسيتوزين يقابله الجوانين، والجوانين يقابله السيتوزين. ننتقل إلى مرحلة الاستطالة، حيث تتواصل عملية النسخ مع حركة إنزيم الأرانا بوليميراز على طول المورثة في موضع النسخ من بدايتها إلى نهايتها. مرحلة النهاية عندما يصل الأرانا بوليميراز إلى موضع نهاية النسخ، تنفصل جزيئة الأرانا ميساج في حين تنغلق سلسلتي الأديان وتعود إلى أصلها الأول. بعدما تعرفنا على مرحلة الاستنساخ، ننطلق إلى مرحلة الترجمة، وهي أهم مرحلة لعملية تركيب البروتين. لكن قبل ذلك يجب أن نتعرف على العناصر الضرورية لحدوث عملية الترجمة، ونبدأ بالتعرف على أولاً البنية الفراغية للريبوزوم عند حقيقيات النواة. الريبوزومات هي متعضيات سيتوبلازمية صغيرة تتشكل من وحدتين تحت وحدة كبيرة وتحت وحدة صغيرة. يحتوي الريبوزوم على موقعان، موقع A أميتو أسيل وموقع B موقع البيبتيديل. دور الريبوزومات هو توجيه مختلف جزيئات الأرانا تي الناقل بالنسبة للأرانا ميساج، ووضعها بطريقة تمكن من قراءة صحيحة للرسالة الوراثية. للريبوزوم تجويفان، يتوضع كل تجويف على كل تجويف جزيئة الأرانا تي الناقل حاملا حمضا أمينيا موافق للشفرة الأرانا ميساج التي تتكامل مع الشفرة المضادة للأرانا تي. ثانيا نتعرف على بنية الأرانا تي أو الأرانا الناقل. الأرانا الناقل هو جزيئة صغيرة نسبيا يتكون من موقع تثبيت الحمض الأميني وموقع الرامزة المضادة. لاحظوا تثبت على كل أرانا تي بأحد أطرافه حمض أميني معين، ويتم هذا التثبيت باستهلاك طاقة مصدرها تحليل الأتيبي. ننتقل إلى تشكل معقد إنزيم أران تي. تتطلب عملية الترجمة ربط الحمض الأميني بالأرانا الناقل الخاص به، وهو ما يعرف بعملية تنشيط الأحماض الأمينية. توضح هذه الوثيقة آلية تنشيط الأحماض الأمينية في الهيولة إلى جانب البنية الفراغية للمعقد إنزيم أرانا تي.
تحدث الترجمة في السيتوبلازم بحضور إنزيمات منشطة للأحماض الأمينية وجزيئات الـ ATP، وهي الطاقة الضرورية لهذا التنشيط. ويقصد بالتنشيط ارتباط الحمض الأميني بالـ RNA النوعي. طبعا لكل RNA حمض أميني معين، فيتشكل معقد حمض أميني RNA. ننتقل إلى مراحل عملية الترجمة، ونبدأ بمرحلة البداية. تكون دائما الشفرة الأولى للRNA مساج هي AUG، لذا يبدأ دائما تركيب البروتين بالميثيونين. يرتبط الRNA حاملا معه الميثيونين بالوحدة الصغرى للريبوزوم المرتبطة بها سلسلة الRNA مساج. تلتحق الوحدة الكبرى للريبوزوم بالوحدة الصغرى، فيصبح الريبوزوم وظيفيا، ويكون الRNA الحامل للميثيونين في الموقع P للوحدة الكبرى. ننتقل إلى مرحلة الاستطالة، حيث يتموضع الRNA الثاني الحامل للحمض الأميني الثاني في الموقع A للوحدة الكبرى للريبوزوم مقابل الشفرة الثانية للRNA مساج حسب تكامل القواعد الأزوتية. تتشكل رابطة بيبتيدية بين الحمض الأميني الأول والميثيونين والثاني، هذا تنكسر الرابطة بين الحمض الأميني الميثيونين والRNA المبتدئ، حيث يغادر الRNA المبتدئ الريبوزوم، ويتحرك هذا الأخير بشفرة واحدة، فيصبح الRNA الثاني في الموقع P، ويصبح الموقع A فارغا. ثم يأتي الRNA الثالث حاملا معه حمض أميني ثالث، ويتوضع في الموقع A مقابل الشفرة الثالثة للRNA مساج حسب تكامل القواعد الأزوتية. يرتبط الحمض الأميني الثالث بالحمض الأميني الثاني بواسطة رابطة بيبتيدية، وتنكسر الرابطة بين الحمض الأميني الثاني والRNA الثاني، فيغادر هذا الأخير الريبوزوم، وهكذا تستمر إضافة الأحماض أمينية إلى سلسلة متعددة البيبتيد بمعدل حمض أميني لكل حركة ريبوزوم. ننتقل إلى مرحلة النهاية، عندما يصل الريبوزوم للشفرة الأخيرة وهي F، لا يضاف حمض أميني إلى سلسلة متعدد البيبتيد، فتتحرر السلسلة البروتينية وتنكسر الرابطة البيبتيدية بين الحمض الأول الميثيونين والحمض الأميني الثاني الذي
يصبح في بداية السلسلة، وتفترق وحدتي الريبوزوم عن بعضهما البعض. بعدما يكتسب متعدد البيبتيد المتشكل تلقائيا بنية ثلاثية الأبعاد ليعطي بروتينا وظيفيا، أي يوجه نحو مقر وظيفته، وذلك سواء داخل الخلية أو يفرز خارج الخلية أو ضمن الغشاء الهيولي. من أمثلة البروتينات المصنعة التي يتم توجيهها خارج الخلية البروتينات الإفرازية كالأنسولين، حيث أن بعد تركيبها في الشبكة الهيولية الفعالة تنتقل عن طريق الحويصلات إلى جهاز كولجي، ومنه إلى الحويصلات الإفرازية التي تنتقل إلى الغشاء الهيولي وتندمج معه محررة محتوياتها خارج الخلية.